ليه ما تجيش زوز بيض يتعاملوا مع بعضهم يهديك الحب يتبنى بالسيف اما كسره وكحله ما يتبناوش على خاطر كحله ولا كب انه ولد عمي ماخ واحده بيذا كتبت له بالفحم في العيد رضيت بالهم ولما راضي بيا قنبله ذريه ماخذ واحد اسمه هل يعقل هذا ديما القشره بيذا تستاذم الاسمر مهما كان سيفته الاسبوع اللي فات الجمعه اللي فاتت تعديت عنا دفينا البيض وحده مسمر وحده عنا نساء بيض عنا نساء بيض سلموا علينا ومشاو قعدوا بحذا البيض انا عندي بنتي وولدي ومانيش راجع عليه كان ياخذ واحده بيضه نعاود لك مره الف مره اذا كان مش مقتنعين ان كونه العنصريه تنحات لا ما تنحاتش لزوم الغد بابا كي نقول لك فما برشا انواع متاع نساء انا اكثر نوع تحبه في نساء الاسمر القشره كحله القشره كحله لان خاطر القشره السوداء ما نقولش كحله لان بنت عمي ودمي ولحمي من افريقيا من زامبيا من مالي من كوت ديفوار من موريتانيا عظوم البلايز اللي فيهم علي البيضة ما عندهاش حق البيضة ما تحبهاش مستحيل عليه السبيل قطع النظر علاش خاطر لان تعاير الاسود تعاير الاسود القشرة كحلة تعايرها احنا نقولوا الاسمر عسل نعم كيفاش تقولي تعاير واحنا نقولوا الاسمر عسل لا عسل عندكم انتم عسل اما نهار اللي تيه اي زلقة من كان قل له رضيت بالهم ولما راضي بيا رجاء منك ما تقص علي حتى مانيش نقص حتى شيء اما احنا مانيش شعب عنصري التونسي ماهوش عنصري انا مانيش عنصري ما وكبت لحاجات يوم عندي 64 سنين في البلاصه هذه البلاصه اللي وقف فيها عندي 64 عام ديما القشره بيضه تستاذم الاسمر مهما كان سيفته بالنسبه لي انا مهما كان زينه ومهما كان جمالها ومهما كان ثقافتها ومهما كان اللي هي بنت عائله أنا ضد الشيء ضد القشرة كحلة تقف غاديك فقط تقف معناها فقط للعمر هذا يا عمري 68 سنة أنا من وكبت الحدث مع البيضة فقط عليه لأن الشوك أنا مليانة صغير شوك مشوكي مليانة صغير عشر سنوات مشوكي شنو صارك باش خديت لأنه ولد عمي ماخ واحدة بيضة كتبت له بالفحم في العيد رضيت بالهم ولما راضي بيا ما كان له سيف قعدت شوك والدتي توفيت عام 95 ومن قبل ملي انا صغير تقول لي رد بالك مانيش راضي عليك دنيا واخره ورضيت الوالدين اليوم الكل نسعوا عليها تقول لي رد بالك ومانيش راضي عليك انت اخو واحده بيضاء ومعروف ياسر نعم نعلمك اللي معروف مازلت عديتكم انت رجاء منك نعاود عندك اصحابك بيض ياسر كل ما غير حساب من علاش تكره المرأة البيضاء تكره المرأة البيضاء وخاصة المرأة البيضاء المركز ياسر على البيضاء البيضاء خاطر تمقر عليه خاطر يوسيب البيضاء كلي مش الكل كيف كيف يا موجود سبب عيديك كيف كيف عطيك حاجة عطين الأسبوع اللي فات الجمعة اللي فاتت تعديت عنا دفينا البيض وحدة مسمر وحدة وين هذه في تونس عايزة كان في بن عروس عنا نساء بيض عنا نساء بيض سلموا علينا ومشاو قعدوا بحذا البيت تقولي اليوم الغدوه انا عندي بنتي وولدي ومانيش راجع عليه كان ياخذ واحده بيضه ها ولدي كان يقول لي يا بابا انا راخ واحده بيضه نقول له برا ربي هنيك انا مانيش معاك وعندي بنتي سمراء ومجي اما الحب لا فيه لون لا فيها الحب لا فيه لون لا فيها عمر لا فيه شكل الحب ما تنجمش تحكمه خليك انت حبك دبر راسك وامورك قال لك ترك علاني معاك كان ولدك ولا بنتك حبت ابيض ولا حب بيضه ربي هني كان نخرج منها انا نخرج منها انت ما فماش بوب ما يحبش لهنا الولد ربي هنيك انا ندعي لك ربي هنيك اما انا ما نفهم من العذرش ما تخلينيش نعاود نرجع ونعاود اللي تعدى سابقا لانه عملت ألف انا ما نعرفش تحكي لي تعدى سابقا لا نعرف لا ريت شنو هي اللي تحكي لي نزك اختي الجابت برا اطلع الجنوب اطلع الجنوب ما يعطيوكش انت بيضه انت كصحفيه بيضه كان حبيتي واحد اسمر يقول لك ليه بوه يقول لك وامه يا وليدي منين خذيتها البني انا البيضه يا بابا نعرف برشا عبادي ما يصل يغلطوا كلامك انت نعرف برشا اسمر وعرسوا بيض وعرسوا بسمر كان بنيه ترجع تجري للدار احنا حتى في الاوروب حتى تجري للدار مطلقه يا هديك كان بيض كان سمره وخذاها واحد عميل ترجع لدارهم
امه هو مقتنع. يعني انت في رايك ما زلت العنصريه؟ انت في رايك العنصريه ما زلنا نعيش اكثر من تصور في بالك اكثر من قبل. شنو هي الحل؟ الحل حل شنو هو الحل؟ فماش حل. حل شنو حل العنصريه؟ وهكاك ما تنحاش ما تنحاش اليوم يبعثون ما تنحاش اليوم الغدوه. اب عن جد انا كان ولدي نجي نقول له رد بالك تاخو من ربي اش معناها؟ ويجي هو يكبر وزاد ويجيب ولد ورب الحي يقول له رد بالك تاخو بيها اش معناها؟ معناها ما تنحاش اليوم الغدوه. انت من العباد اللي تشجع مثال على العنصريه كيفاش تقول له ليه؟ مانيش نشجع الواقع. عايش بنتي الواقع، الواقع موجود راهو كل البطاطا. ترى الواقع ما تراني انت في وسط العاصمة. الولاد يحب. أمه تقول لوليدي مبروك عليك يا أمي راني لقيت بنية بيضة. لقيت بنية بيضة. ها؟ تقول له شنو هو؟ أبيض بيضة. وليدي ربي يعني. اش معناها هكا برالونتي راه. ربي يعني. مش ربي يعني. فهمت اش معناها؟ اش معناها الرالونتي؟ معناها مش مزرازية. معناها مش راضي انا واحد منهم انا واحد منهم انا واحد منهم لليوم الغدوه راهو لليوم الغدوه وكم قمرني اختي العزيزه ومن مراجعا منك ما نحبش نعمل بوليميك بالفارغ راهو يعطيك الصحه بابا بالواقع بالون نحكيك بالواقع انا يعطيك الصحه وان شاء الله نوصل تتنحى الحاجه هذه من تونس خاطر مانيش بلاد عنصري والحب ما فيش عنصري ناكد لك ونعاود ناكد لك بالله ما تقصهاش ما تقصهاش ناكد لك ونعاود ناكد لك الى يوم ما يبعثون ما تنحاش لانه حتى الجيل اللي طالع جديد امثالك وامثال غيرك ما يبرش ايه وسيف كلمه وسيف خايبه ولا اسمر لا خايبه راهو راهو مزيان راهو مزيان اسمر تحفون لا انا في البلاصه هذيا تبعت موريتانيا تبعت زامبيا تبعت من غانا تبعت من نيجيريا رجاء منك قلت لك انا قلت لك تو فهمت ولا ليش نقصد؟ ما تعايرنيش وما تجيش نهار وتقول لي رضيت بيك وكذا وكذا لا انا قطره واحده اما البيضه كان ما حشتكش بيا من الاول مش بعد ما خذينا بعضنا كان هي ما حشتهاش بيه من الاول مش بعد ما عرست لا مش من الاول بعد حتى بعد تعرس كله لا برا إيه يعني حكيت لك يعني هي نورمالمون تحكي له من الاول راني ما حشتيش بيك مش تعرس بيه وتحل دار وبعد تعاير ومن الاول ما حشتيش تستغل يكون هو ما فماش استغلال ما غير استغلال يكون هو في استغلال ناكد لك ما فماش حب بيناتهم البيضه والسمراء ما يقربوش بعض البيضه والسمراء ما يقربوش بعض اللون اللون حتى زو اصحابه حتى اصحابه واحبابه هو كله اختبت انت تكتب ازاي ولا مازلت خذيت بيضه ولا كح يجوا يشوفوها يلقاو عائله كحله وعائله سود هل له جيك؟ ما يقبلهاش ما يقبلهاش الجيل اللي طالع ما يقبلهاش ما يقبلهاش يقول له خليت بنت فلانة بيزة وكذا وشابة ومزيانة تبعت بعد سمرة عليه عليه جريمة يعني يعتبره ما هي الجريمة يعتبرها جريمة يعتبرها جريمة تحب نقول لك حاجة 2008 بابا كلمهم قال لهم نجوا نخطبوا بابو بالعروسة بو العروسة كلم تكلموا فيا جايين يخطبوني في بنتي اسود ولا ابيض قالوا له اسود قال لهم راسي وعيني الراس الاغلم من نذبحها الكل على خاطره راس الاغلم من نذبحها على خاطره اسود على خاطره ابيض كان جوابي قال له قد وخر غاد اليوم الغدوه نقولها لك انا شنني في الحامه من نهزك نهزك مستعد نهزك مستعد نهزك وعندي اشهر المشاهير منهم منهم سلاح مصباح الفنان المعروف كان ماخو مراه سعدية اليوم تتحارب على العنصرية سعدية مرته عيادي الحمروني معروف ولاعب كرة القدم والأخ يعرف رجاء منك ها رجاء منك إذا كان أنا غلط قولوا لي الموضوع هذا مهم جدا الموضوع هذا راه مهم جدا مهم جدا نعاود لك مرة ألف مرة إذا كان مش مقتنعين أن كونه العنصرية تنحات لا ما تنحاتش اليوم الغد إثبات إثبات اثبات انا عرضني نيجيريا في 2007 قال لي اش معناها يعيطوا لي يا كهلوس يا كهلوس قلت له حط قطنا في وزيك واحد براك ما سمعتش هاو كبرها كهلوس يعني كلمه باهيه هي لا معتبره هي اما كلمه وسيف اش معناها وسيف كنا عبيد احنا نمشي على الحب نمشي على القصر بس من الاخر نعاودها لك
كان زوز كزرات بيض يهديك. لا ما تجي زوز بيض يتعاملوا مع بعضهم يهديك. الحب يتبنى بالسيف، اما كسره وكحله ما يتبناوش على خاطر كحله ولا كب. انا قاعد مع ناس تعديت واحده بيضة ومعها واحد اسمر ويعرفوه مرته ما خذها. قالوا لي ليش سمى فيكم لاباس؟ جيراني وحبيبي يعرفوني يا راه. قالوا لي القنبله ردوها قنبله ذريه ماخذ واحد اسمه. هل يعقل هذا؟ ايش بقى عليها؟ قلت له هزيت روحي وقمت. في الدين ربي قال لا فرق بين اعجمي وعربي بالطبع، متفق معاك انا.